يقول لك انه بيشب بالقرن الاول هجري، يعني سنة ما بين 50-130 كذا هجري. يقول لك هذا الشاب كان تقي جدا، كان متفرغ للعلم واللي هو علم القرآن والسنة النبوية، لكنه كان فقير جدا. مرة من المرات من شدة الجوع طلع يدور له أي شيء يأكل، يعني الرجال يبي يقوت يوم ما عنده أي شيء يأكله، فيمشي يمشي 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 لحد ما انتهى بيه الطريق البستان. بستان ما شاء الله عليه، يعني على كثر ما هو كبير على كثر ما فيه شجر تفاح. فأحد أقصان هذه الشجرة تدلى، تعرفون شو تدلى؟ يعني ما أعرف كيف أفسر لكم إياه، لكنه تدلى يعني طلع الشارع. فحدثته نفسه أنه يا رجال كلها، ترى هي تفاحة، منه تسجوعتك ومنه ما حد داري عنك ومنه برضه يعني ما راح ينقص شيء من البستان ما شاء الله عليه. فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكل فيها لحد ما سدت جوعه يعني، فقام ورجع البيت.